الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخدور يقول إن أكثر من 36 مدرسة تقع بمحاذاة المستوطنات مهددة بالهدم، منها 6 مدارس في القدس. منظمة العفو الدولية أمينستي تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسير أحمد مناصرة، معتبرة أن تجديد سلطات الاحتلال احتجازه بالعزل الانفرادي أمر مريع للغاية. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقرر السماح ل3000 مستوطن باقتحام المسجد الأقصى يومي السبت والأحد المقبلين. لبنان تحيي الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، فيما يثير تعليق التحقيق القضائي منذ أشهر غضب عائلات الضحايا الذين ينظمون مسيرات إلى موقع الكارثة مطالبين بمعرفة الحقيقة. شركة شاومي تطلق هاتفها الجديد ريدمي نوت 11 SE، أحد سلسلة هواتف الفئة المتوسطة ريدمي نوت. نهاية الموجز، في أمان الله.